اليوم معكم الاخت سامية العالمي الشريفي فاعلة جمعوية. سي العمدة كيبان لك اليوم؟ شنو بان لك؟ واش انت مازال كتقول انه فاس بخير؟ ها انت كتشوف كل شيء وكل شيء بان واكثرية في هذا كورونا هذا، وانت سي رئيس الحكومة واش مازال كتقول بان المغرب احسن من اوروبا؟ ما باليش مع التسيير ديالكم مع هذا المجلس ديالكم دمرتيو البلاد وخويتيو الجيوبه ديال العباد. هذا الشيء بزاف باش بغيتيو تكملوها بشركه باركينغ، زعما نتوما خاصكم غير الشركه وديروا بعدا الشركه غادي الضو تعطي اناره، ديروا الشركه فين تخدم عباد الله، ديروا الشركه باش تكونوا يعني اهل تسير. صراحه هي مدينه ذكيه وكان ما كانش هذا المجلس هذا الحالي، لانهم حطموا هذا المجلس حطم العقليه ديال البشريه، ما بقاش كتعرف واش تهضر بصح ولا تدخل سوق جواها ولا ما تهضرش. الناس راه تحطمت نفسانيا معنويا ماديا اقتصاديا، هذا الشيء راه بزاف. العمده السي رئيس الحكومه بيني وبينك انا نقولها لك مباشره، انا نعطيها لك، انت ما تستحقش انك تكون رئيس حكومة المغرب تحت الرئاسة ديال سيدنا جلالة الملك محمد السادس، لا يشرفونا. حطمتيو البلاد، البلاد كلها، راه ماشي غير فاس ولا كازا ولا الرباط، راه حنا كنهضروا على المغرب كامل. حطمتيو بالافكار السلبية ديالكم، كتحطوا قرار في 12 الليل كتطبقوه في 9 الصباح، الشعب مل منكم، عينا. الناس اليوم هاي كتعبر على الغضب ديالها بإيقاظة الشموع اللي انتم الشمعة وطفيتي وانتم كرهتيونا في الشمع والقنديل. دعوة بكم الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. أسامة أفريد موسيقى حركة بويكوت فاس باركينغ. اليوم كان عندنا واحد الشكل راقي وحضاري من خلال الشموع، لا سواء فلورونس لا سواء أمام المجلس الجماعي، من خلال أن الحراس ديال مواقف السيارات عبروا على الرفض ديالهم خلال إشعال الشموع أمام المجلس الجماعي، وكانت الساكنة وبحراسها وبمواطنيها وبشركاتها وبكل شيء في ساحة فلورونس ترسل رسالة واضحة لنسقة الصفقة وفاس تستحق الأفضل. هذه الرسالة تم توجيهها إلى المجلس الجماعي بشكل مباشر، أن الساكنة ترفض، أن ماشي بعض الناس اللي كيرفضوا، أن راه كل شيء أصبح رافضا، وسنبدع في أشكالنا وغنديروا أشكال أخرى وغنديروا طرق أخرى. واليوم أرسلنا أيضا باقة ورد إلى كل الأدباء وإلى كل الفنانين وإلى كل السياسيين وإلى كل الحقوقيين وإلى كل المدنيين وإلى كل النقابيين اللي تضامنوا مع فاس في هذه المحنة ديالها، اللي رافضة الصفقة ديال العار، اللي باغية تبيع الشوارع ديال مدينة فاس، اللي باغية تبيع التروطوارات ديال مدينة فاس للأجنبي. حنا غنرفضوا أننا نبيعوا التروطوارات ديالنا وغنرفضوا أننا نبيعوا الارض ديالنا. جدودنا خرجوا للاستعمار، ما يجيش الاستعمار بطريقه اخرى. اليوم حنا غنقولوها، حنا اصبحنا رافضين الصفقه بشكل كلي وواضح، لاننا نرفض ان تستعمر فاس مره اخرى بطريقه اخرى عن طريق الاقتصاد وعن طريق بيع شوارعها للاجنبي. مباشرة للعمدة والنائب ديالو، اسمع صوت الشعب، اسمع صوت الساكنة ديال فاس، اسمع صوت المواطنات والمواطنين اللي خرجوا اليوم، انك تسقط الصفقة باش انك تبقى عزيز عند الساكنة اللي انتخبتك، لان الناس انتخبوك باش تدافع عليهم ماشي تدافع على الشركات، ماشي انك توقف مع الشركات باش توقف معاهم في المحنة ديالهم. واليوم هما في محنة، اليوم هما كيقول لك ما بغاوش الصفقة، اليوم كيقول لك هما ما غيبيعوش التروطوارات ديال مدينة فاس، إذا اسمع لهم صوتهم، إذا كن واقف معاهم باش انهم عمرهم ما ينساو انك وقفتي معاهم في واحد اللحظة. ولكن نقول لك قولة آخر، إنك لما سمعتينا الصوت ديالنا كساكنة، ما سمعتينا الصوت ديالنا كمواطنين، حنا مستعدين نصعدوا، حنا مستعدين أننا نستمروا في النضال، حنا صامدين وغنبقاو واقفين حتى سقطت الصفقة ديال العار بأي طريقة وبالضبط بطرق سلمية وقانونية. هادي السي الأزامي والسي الحارسي، هذيك اللي شتي في فلورنس ديال المواطنين وهذه ديال حراس السيارات، انا حارس سيارته وجبتها لك هي باب البلديه. تنشكرك على هذه الصفقه هذه اللي باغي تشرد فيها الحراس، وجايب هذوك الشمكاله التي مساكت يشموا السيليسيوم، قلتي راهم الحراس حراس السيارات اللي خدمتهم، ها هما الحراس السيارات الاصليين. حنا ما تنخونوش المواطنين اللي واقفين معنا، جايب لنا الصفقة باغي تشردنا. الله ياخذ فيكم الحق. تواصل معايا ما والو، ما شفتو ما شافش الحراس الاصليين، كرة مشى عند رئيس الجمعية، ما مشى عند حتى شي واحد، ما سول فينا ما والو، ماشي وهمية. عندنا رئيس ديالنا وحنا حنا الحراس الأصليين ضاربين 16 عام و20 عام و25 عام و30 عام في البلاصة. شنو هادشي السير يا زميل؟ واش نبقاو دابا تتلعب معنا أنت هذاك اللعب ديال الدراري الصغار؟ الله يجازيك بخير، حنا هما الحراس وحنايا ما نبيعوش المواطن. وتنشكر من هنايا المواطن الفاسي اللي واقف معنا الغيور على البلاد ديالو. والله الا ديتي 20 درهم في الطوموبيل وتولي ما عرف شنو، انا والله لا خدمت معاك بهذاك الثمن اللي باغي
تسرق الامه ديال سيدنا محمد مدينه فاس، ولكن فاس راه فيها الرجال. السي اليزامي والسي الحارث اش تتقلب؟ هذيك الخرى ديال المواطنين هذه ديالنا. حنا راه ما بغيناش هاد الصفقات العار، واش صاحبي بالله عليك؟ واش المواطن ما باغيش هاد الصفقه والزطاطه؟ صحه؟ راه ما كايناش شي حاجه سميتها صحه. شي حاجه قال لك المواطن لا راه لا، واش بغيتي نطلقوا عيالاتنا؟ راه من هذيك البليزه تناكلوا الخبز، واش تقول لي خدم معاك فوندور نعطيك انايا 30 ريال ندي 10 ريال؟ اما خممتي لا في الشركه تقديم كنت ناكلوا معاها الخبز، ما خممتي في الناس اللي في العربيه في طريق موزر تيجيو يقطعوا معاك يديروا يقطعوا، ما خممتي في هاد الوليد الصغيور هذا اش غنوكلوا انايا؟ ابي اللي عاد غنوكل ولادي صاحبي انايا؟ واش باغي نطلقوا هاد المراه؟ راه غتخرج علينا نطلقوا عيالاتنا ونوليو انكريسيو ونوليو نسرقوا، حنا ما بغيناش نوصلوا لهاد الحاله الله يرحم الوالدين، عطينا الثقار، حنا جبناك باب الجماعه باش تبيع عاد منا. الباركين الحقيقيين هما حنايا اللي ما بغيناش نمشيو معاك في هاد المهزله ديال الدل، هما هذوك غير مرتزقه. ما عندهمش بلايص، كون عندهم البلايص كاع ما يمشيو ما عندك الكارطات، المهم البلاصه الفريده 24 عام راه ما يمشوش معاك وما يشوفوش فيك. اخر رساله تنقول للحارث تنقول له سير اتق الله وتودى وصلي عبد الله. خينا من التنوفيق، هذاك راه غير التنوفيق فاش عايشين. هذاك راه غير التنوفيق، جيت قلنا في الاول قال الله قال راسه دابا حنا صوتنا عليك، دابا انت تصوتنا. هذا هو حنايا حالتنا، حنا صوتنا عليك، حنا وصلناك لتما، حنا ركبناك في المرسيدس، حنا درنا لك الفيلا، شكون وصلك هذيك المرتبه؟ كنت غير مقطع. السلام عليكم، اللهم صل عليك يا رسول الله. الحمد لله يجزيك بخير، هاد الصفقة خصو يبعد منا، حنا كنا خدامين مع الشركة ديال المحليين خدامين مرتاحين معاهم، ما عندناش الريحة ديال المشكل معاهم، سببنا مشاكل مع المواطن، إن المواطن حنا خدامين مع المواطن. فهمتيني؟ وهذوك الناس ديال الشركة ديالهم صيفطوا للناس ديالهم باش نبيع لهم حنا غير ليكار، ونخرجوا مع موالين المواطنين معاهم في العيب. حنا ما غاديش نبيعوا لي كارطات، فهمتيني؟ هاد الشركة الأجنبية اللي جايبة الصفقة ديال 25 سنة ما غاديش نخدموا معاها حنايا. آخر العمدة نقول له هاد الصفقة غير لغيها من الأحسن الله يرحم الوالدين، إن هاد الشركة ديال موالين فاس ما غاديش يبغيو هاد الصفقة كاع عامة.